السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نستكمل ما بدأناه في وحدة التفكير، اللي هو اليوم نتعامل مع التعامل مع الاضطرابات النفسية والضغوط الحياتية للمستوى السادس الصف الثالث ثانوي للقسم الإداري. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس القريب بدأنا وحدتنا بالتعرف على الصحة النفسية، وهي حالة من الرضا تجعل الفرد يستغل أقصى قدراته وإمكانياته لكي يكون عضواً فعالاً في المجتمع ويزيد من إنتاجياته. وتعرفنا على ما هي السمات التي تميز هذا الشخص أنه مصطح نفسي أو صحيح نفسي، ثم تعرفنا على بعض الاضطرابات التي تصيب الإنسان وبعض الأمراض النفسية، ثم تعرفنا على بعض النماذج من الشخصيات المضطربة. هذا كان بالأمس، وتعرفنا على الشخصية المصابة بالوسواس القهري والشخصية المصابة بالاكتئاب والرهاب الاجتماعي والخوف المرضي والخوف العادي. نأتي اليوم لاستكمال ما بدأناه، كيف نتعامل مع هذه الاضطرابات والضغوط الحياتية؟ ماذا سنتعلم هذا اليوم؟ خطوات التعامل مع الاضطرابات النفسية والسلوكية، الطرق العملية الوقائية والعلاجية لمواجهة الضغوط الحياتية. النفس عضو أو هي جزء أساسي في الإنسان أو الكائن البشري، وهي تتعرض للتعب والإرهاق كغيرها من سائر البدن. عند تعرضها لهذا التعب والاضطراب فهي تحتاج أن تعالج لكي تعود إلى سيرتها الأولى وتتغلب على هذه الضغوط وتمارس حياتها بشكل طبيعي. فلا بد أن تقوم هذه النفس، نعترف بأن لدي علة أو اضطراب فأقوم بعلاجه. لذلك الصحة النفسية في برنامج الصحة العالمية صنفت الأمراض النفسية كأحد الأمراض التي تصيب الفرد وتعيقه عن استمرارية حياته، لذلك لا بد أن يتعرض ويتلقى العلاج. أول خطوات العلاج هو الاعتراف بالمشكلة. علي أن أعترف بأنني أعاني من مشكلة، فبداية العلاج هي الاعتراف بالمشكلة. ليس عيباً أن الإنسان يتعب نفسياً فنتيجة لصعوبة الحياة وللتغيرات وللضغوطات التي يمر بها الإنسان، عليه أن يعترف بأنني متعب. فاعترافي بالمشكلة هو أول خطوات العلاج. لا بد أن لا أخجل، المرض النفسي لا يخجل. النفس كغيرها من أجزاء البدن تتعب وتمرض وتحتاج إلى علاج، ولكن أول خطوات العلاج الاعتراف بالمشكلة، أن لدي مشكلة، أنا أعاني من مشكلة، فلا بد أنني أقوم بالخطوة الثانية مراجعة المتخصصين. من هم المتخصصين؟ من هم المتخصصين في العلاج النفسي؟ كما هناك في البدن قسم باطني وقسم تنفسي وقسم للعظام وقسم لسائر البدن، هناك الطبيب النفسي. المختصين أولاً، من يتعرض للاضطراب النفسي يلجأ للمتخصصين، ومن المتخصصين الذين يمكنهم تقديم المساعدة في علاج الاضطرابات النفسية أولهم الطبيب النفسي، وهو طبيب حاصل أو مجتاز شهادة الطب فرع التخصص الاضطرابات، أو الطبيب النفساني تخصصه الدقيق هو الطب النفسي. نلجأ إلى هذا المختص، هو يحمل مؤهلاً في الطب ويستخدم العلاج الدوائي بالعقاقير، هو المؤهل أو المخول بصرف العقاقير الطبية لهذا المريض لكي يعالج الاضطراب الذي لديه. يساعد هذا الطبيب النفسي الأخصائي النفسي، هو يحمل مؤهلاً في علم النفس العيادي أو الإكلينيكي، وهذا قسم في الجامعة ينقسم علم النفس إلى قسم علم النفس الإرشادي وعلم النفس العام وعلم النفس العيادي أو الكلينيكي. يقدم جلسات علاجية، جلسات علاجية.
باستخدام طرق العلاج المعروفة بنتائجها يعيد أو يعيد تعديل السلوك البشري، وكذلك يطبق الاختبارات والمقاييس النفسية ويستخرج نتائجها. هل ذكر العلاج الدوائي أو العقاقير؟ لا، المخول بإعطاء العقاقير هو الطبيب النفسي، الأخصائي النفسي، أخذته في درس الذكاء، هو من يقوم باستخراج مقاييس الذكاء، مقاييس ألفريد بينيه، وهو أول مقياس للذكاء. هذا يقوم به من؟ الأخصائي النفسي، هو من يقوم بإجراء المقاييس، كذلك يقوم بجلسات أو إعطاء جلسات لتعديل السلوك، يبقى مع المريض كأخصائي نفسي ويبدأ بمحاورته ويبدأ بعلاج أو تعديل السلوك الذي يعاني منه. فأولا الطبيب النفسي ثم الأخصائي النفسي، تعديل السلوك وعلاجه نفسيا. يتم تعديل هذا السلوك وعلاجه نفسي عن طريق عدة طرق باختلاف المشكلة، وحتى يتحقق العلاج الجيد لابد من استخدام أكثر من أسلوب وبطرق متكررة، لأن العلاج النفسي يحتاج وقت طويل. فأنا أحتاج تكرار السلوك المراد تعديله، تعديل السلوك وعلاجه يحتاج مني علاج نفسي، وهو مجموعة نشاطات عملية وسلوكية تهدف لتقديم المعونة لمن يحتاجها من ذوي الاضطرابات النفسية. هذا تعريف العلاج النفسي. ولكن تعديل السلوك وعلاجه نفسيا يتم عن بطرق مختلفة حسب الحالة، ويتم بطرق تكرار، نحتاج إلى تكرار السلوك المراد تعليله وبطريقة منتظمة. يلاحظ أنه من طبيعة الاضطرابات النفسية أنها تحتاج بعض الوقت أكثر ما يحتاج العلاج في الأمراض البدنية، فعلى المريض الصبر وعدم استعجال في النتائج الإيجابية، حيث ذلك سيأتي تدريجيا. المريض البدني عندما أعاني من مثلا اضطراب هضمي، فأنا أذهب للطبيب المختص الطبيب الباطني، سيجري لي تحاليل وسيقوم بتشخيص المرض ويجري لي إشعاعات ثم يصرف الدواء. خلال أسبوع بإذن الله ستنتهي العلة التي أعاني منها. أما تعديل السلوك وعلاجه فهو يحتاج حسب الاضطراب مرات عديدة ومتكررة، فهو يحتاج منا الصبر حتى نحتاج إلى رؤية نتائج جيدة على مر الوقت. فلا يستعجل المريض بالشفاء، لا يستعجل المريض بالشفاء. فعندما أقول أنني سوف أقدم علاج نفسي، مجموعة من النشاطات عملية التي هي يقوم بها الطبيب، أو سلوكية تهدف إلى تقديم المعونة لمن يحتاجها من ذوي الاضطرابات النفسية التي تكلمنا عنها، عن بعض منها في الحصة السابقة، مثل الاكتئاب أو مثل الخوف المرضي أو الوسواس القهري أو الرهاب الاجتماعي. نأتي إلى أهم الطرق العلاجية، أهم الطرق العلاجية لكي يتعافى هذا المريض النفسي من الاضطرابات التي تحدث له، الأدوية النفسية والعقاقير. وقلنا أن الأدوية النفسية والعقاقير لا يمكن أن يصرفها إلا الطبيب المختص، والتي أثبتت فائدتها أكثر لعلاج من الأمراض النفسية. ولكن يشاع لدينا فكر غريب أن هذا المريض سيتعود على هذا العلاج النفسي نوقفه. لا، الأدوية النفسية والعقاقير لا تتوقف من تلقاء أنفسنا أو بمجرد القول أنها ستضر بالمريض. الطبيب هو أعلم بحالة هذا المريض، وهو صرفه له العلاج لمدة 6 أشهر نتبع هذه التعليمات،
ولا نستعجل النتيجة. المرض النفسي ليس كمثل الأمراض الأخرى، فعلينا أن نصبر ونأخذ هذا العلاج بروية وبوقته المحدد وبجرعاته المحددة حتى لا تنتكس الحالة لا قدر الله تعالى. فعلينا أن نهتم بالأدوية النفسية ولا نستعجل النتائج ولا نوقفها من قبل أنفسنا، فمن قام بوصفها هو الطبيب المختص وهو أعلم بمدة العلاج المحتاج إليه، قد يتجاوز سنوات وقد يكون أشهر وقد يكون شهر واحد حسب الحالة وحسب مدة أو طول تعاطيه مع هذا الاضطراب. فهذا هو أهم وأول علاج، الأدوية النفسية. العلاج الآخر هو العلاج السلوكي. ما هو العلاج السلوكي؟ وهذا من يقوم به؟ هذه الأدوية النفسية يقوم بها الطبيب النفسي. العلاج السلوكي طلاب النجباء من يقوم به؟ نعم، الأخصائي النفسي هو من يقوم بالعلاج السلوكي. ما هو العلاج السلوكي؟ العلاج السلوكي هو أن نعيد الموقف الذي خلف اضطرابا لدى هذا المريض، مثلا مريض الرهاب الاجتماعي. مريض الرهاب الاجتماعي يخاف التجمعات، يخاف البقاء في الأماكن المزدحمة، يخاف من إلقاء الكلمات، تجد أنه يرتعش ويتعرق. كيف أعدل سلوكه؟ أبدأ درجة درجة. قلنا أن العلاج يأخذ فترة، فأبدأ بإشراكه بمحيطه الصغير، أبدأ بإشراكه أن يبقى أو يقابل أخا له في المنزل، ثم بعد ذلك نوسع العلاقة ونبدأ بتعديل سلوكه مع الأسرة ككل، ثم مع أحد زملائه في المدرسة، ثم أحاول أن أدخله في جماعة، أقحمه في جماعة، ألحقه بالإذاعة المدرسية حتى تنكسر عنده هذا الرهاب. تكرار السلوك، استمرار الوقت الذي يأخذه هذا المريض بهذا الاضطراب لحد أو نعرضه للموقف الذي سبب له هذا الاضطراب مرارا وتكرارا حتى يتلاشى هذا السلوك بإذن الله. هناك بعض الأفراد من يعانون من اضطراب الخوف المرضي، مثلا أن يخاف من الأماكن المغلقة. أبسط الأماكن التي يخاف منها هو أن يدخل في الأسانسير أو الليفت، فلا بد أنني أقوم بإدخاله بمعيتي وأن أحاول الطبقة الأولى لكي أستطيع أن أعدل من سلوكه ويعتبر أنه لا يميت ولا يستدعي الخوف منه مرارا وتكرارا حتى يقوم بتعديل هذا السلوك والانتهاء منه. هنا لا يتناول عقاقير، فقط الأخصائي النفسي هو من يقوم بتعديل هذا السلوك. فكثير منا يذهب إلى الطبيب النفسي وليس مخجل، فالنفس تتعب، النفس تتعب كسائر البدن. فعندما يشرح حالته للطبيب المختص يقول سأحولك على الأخصائي النفسي لكي يقوم بتعديل سلوك ما، تعديل سلوك التأتأة، تعديل سلوك اضطراب مرضي، تعديل سلوك رهاب اجتماعي. لكن المريض مثلا بالاكتئاب، هل يمكن أن أعدل سلوكه؟ لا، لديه طبيب نفسي مختص يصلف له العقاقير. أما العلاج السلوكي فهو من مهمة الأخصائي النفسي الذي يقوم بتعديل السلوك مرارا وتكرارا حتى يستطيع أن ينتهي المريض من هذا السلوك المضطرب لديه. هناك العلاج الآخر، تعديل الأفكار بالعلاج المعرفي. العلاج المعرفي ماذا أقصد به؟ هو الفكرة التي يكونها الفرد أو التي تتردد في مخيلته، هي القيام بمعالجة الأفكار. فالإنسان ابن فكرته، الفرد هو ابن فكرته. فأنا عندما أقوم وأقول الدنيا مملة، هذه الحياة مملة وتعيسة، فهذه الفكرة المتشائمة هي المسيطرة علي. ولكن عندما أقوم بأن الحياة سعيدة وممتلئة بالحياة والنشاط
فأنا سوف أكون نشيطاً حيوياً. فلا بد من تعديل الأفكار بمساعدة الأخصائي النفسي. أيضاً مثلاً فكرتك عن شخص ما أن هذا الشخص يقدرني ويحترمني، فأنا سوف أبادله التقدير والاحترام وسوف أحس بالاحتواء والحب. فالإنسان عليه أن يعدل الأفكار المسيطرة عليه والموشوشة له. فنبدأ تدريجياً بتعديل هذه الفكرة وتحوير هذه الفكرة، سواء سلوكياً في أعمالنا أو فكرياً في تفكيرنا، ونقوم بالتعديل لها وإضافة لها تعديلات حتى أستطيع أن أخرج من هذا الاضطراب. وقانا الله وإياكم شر الاضطرابات النفسية وعافانا، وذلك بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإيمان بقضائه خيره وشره، وأن ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن يصيبني إلا بمشيئة الله. علي اللجوء إلى الاستغفار والدعاء والرضا بما قسم الله لي، الرضا والطمأنينة إلى جنب الله وكثرة الاستغفار والحوقلة، هذه من الأشياء، والتعوذ من الشيطان الرجيم لإبعاد الوساوس وإبعاد الأفكار التي تسيطر علي. هذه من الطرق التي أستطيع أن أعالج بها الاضطرابات التي تمر علي. فأهم الطرق بالأدوية النفسية والعقاقير، العلاج السلوكي، تعديل الأفكار. تعرفنا في هذا اليوم على كيفية التعامل مع الضغوط النفسية وتعديل السلوك والاضطرابات النفسية من خلال العلاج النفسي، مجموعة من النشاطات العملية والسلوكية تهدف لتقديم المعونة لمن يحتاجها من ذوي الاضطرابات النفسية. وقلنا أن يتم العلاج أولاً بالاعتراف بالمشكلة، باللجوء إلى المختصين سواء طبيب نفسي أو أخصائي نفسي حسب الحالة التي أو الاضطراب الذي أعاني منه. أهم طرق العلاج أما بالأدوية أو بتعديل السلوك أو بتعديل الأفكار، وخير واقل لنا هو الله سبحانه وتعالى، الرضا والأمان بقضائه والاستغفار واللجوء إليه والتعوذ من الهم والحزن، لأن هذه تتعب الإنسان وترهق تفكيره وبالتالي تنعكس على سائر بدنه وإنتاجه، وأن يكون عائقاً لمجتمعه بدلاً ما أن يكون عضواً فعالاً. وقانا الله وإياكم شر هذه الاضطرابات والأمراض. هناك نشاط في الكتاب في صفحة 126، نشاط 7-6، اختر عادة معينة. اختر أن تقوم باختيار عادة معينة لديك يرى الآخرين أنها سلبية وترى أنت أنها إيجابية. ما المزايا والعيوب لهذه العادة؟ فالعادة لدي مثلا السهر والنوم متأخرا، ما هي مزايا هذا السهر؟ لدي القدرة على السهر على راحة المريض. في حالة عدم وجود هذه العادة لدي وقت طويل في إتمام الأعمال. مثلا لدي مريض يستلزم السهر عليه، فأنا سوف يفيدني هذه العادة. عيوبها عندما أستيقظ صباحا إلى عملي فأنني أفقد التركيز أثناء أداء العمل، يؤثر على صحتي النفسية والبدنية. هناك العديد من الأنشطة، أنتم اذكروا العادات الموجودة لديكم وأنت تؤمنين بهذه العادة، ما هي مزاياها وما هي عيوبها، وفي حال عدم وجودها ماذا سيكون؟ أتمنى لكم أن تكونوا قد فهمتوا معي وأن تمارسوا هذه النشاطات حتى تستطيعوا أن تتخلصوا من الاضطرابات. شاكرة لكم حسن استماعكم وأنصاتكم، وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى.